السلام عليكم. إذا كانت قراءة أي كتاب تعتبر بمثابة تجربة في التعرف على العصارة الفكرية اللي بينتجها دماغ شخص آخر، فإن قراءة السير الذاتية أو المذكرات تعتبر خلاصة الخلاصة، بالذات لو كان الشخص ده عنده حاجة يرويها أو شيء تجربة مختلفة ممكن تفيدك كقارئ. النهاردة أتكلم عن كتابين بيمثلوا مع بعض السيرة الذاتية أو مذكرات الكاتبة التشيلية العبقرية إيزابيل أليندي، كتاب باولا وبعدين كتاب حصيلة الأيام. إيزابيل أليندي هي واحدة من أهم الكاتبات في العالم، مش بس في أمريكا اللاتينية. تكتب عن أي حاجة بنفس القوة، سواء بتكتب عن المرأة، عن الحرية، عن الدين، عن الجنس، عن العيلة، عن الوطن، عن السياسة، كل ده بيبقى بالنسبة لها كأنه هو الموضوع الوحيد اللي بتكتب فيه وبتقدر تتميز فيه عن أي كاتب تاني. وده اللي خلاها من الناس القليلين قوي او من الكتاب القليلين قوي اللي ممكن نقدر نقول فيه اجماع على جوده اعمالهم، وصعب قوي يتم توجيه النقد ليها. الحقيقه ان إيزابيل أليندي كشخص هي من اكثر الاشخاص الملهمين في الحياه، وبتاكد دايما شعار ان هي اتس نيفر تو ليت، الوقت عمره ما بيكون متاخر قوي، سواء في حياتها المهنيه او في حياتها العائليه او الشخصيه. فنلاقي ان هي مسيرتها الادبيه وعملها كروائيه ما بداش غير وهي في الاربعينات، ومع ذلك قدرت ان هي تبقى واحده من اهم الكتاب في العالم. اما بالنسبه لحياتها العائليه، نلاقي ان هي التقت بويلي اللي هو زوجها الحالي وحب عمرها بعد ما كانت متجوزه من شخص اخر لمده 29 سنه وام لشابين، عشان تبدا مع ويلي ده قصه تانية خالص، وهي عندها 45 سنه في دوله تانية بلغه تانية بثقافه مختلفه. في الكتابين بتعتمد إيزابيل أليندي على أسلوب الحكي لبنتها المتوفاة باولا، فملاقي إنه في الجزء الأول من المذكرات اللي بنسمي على اسم باولا بتحكي لها عن حياتها السابقة، طفولتها وشبابها في تشيلي، الأعمال المختلفة اللي اتنقلت بينها، حياتها العاطفية والتقائها بوالد باولا والزواج منه، سفرهم أو هجرتهم أو لجوءهم إلى دولة فنزويلا بعد الانقلاب العسكري اللي أطاح بالرئيس الشرع للبلاد اللي هو سلفادور أليندي، اللي هو يبقى قريب أساسا إيزابيل أليندي. في نفس الوقت بتحكي لها عن الأحداث اللي حصلت بسبب دخولها في المستشفى، تكلمها عن علاقتهم هم نفسهم ببعض، وجودها في المستشفى، جوزها كان بيعمل ايه، الناس كانت بتعمل ايه، ومين كان موجود حواليها ومين لا. اما بالنسبة للكتاب التاني حصيلة الأيام، فهي برضو بتعتمد على نفس الطريقة، نفس نقطة الارتكاز، بتكلم باولا ولكن بتحكي لها عن ايه اللي حصل بعد وفاتها، ايه الإنجازات اللي حصلت في العيلة وايه المصايب اللي حصلت لهم، تحكي لها مين فضل موجود في العيلة ومين بعد، مين جديد دخل وتعرفوا عليه وبقى جزء من العيلة. تحكي لها كمان عن رحلاتها اللي قامت بيها علشان تبقى مصدر الإلهام لكتبها اللي جاية، سواء رحلتها للهند اللي أثرت فيها بشكل كبير جدا أو رحلتها للأمازون. دايما بتكلمها على إن العالم ده نقصه حاجات كتير جدا عشان تتصلح، إحنا علشان موجودين في جزء جيد من العالم مش شايفين المشاكل اللي الناس التانيين بيعانوا منها، لكن الحاجات اللي إحنا واخدينها كمسلمات بالنسبة لناس تانيين في بقاع تانية من الدنيا ابعد بكتير جدا من ان هي تكون حتى مجرد احلام. من خلال الكتابين نقدر نقول ان الكاتبه عاشت حياه متميزه ومختلفه جدا، تجربتها الثقافيه والروحيه والدينيه والنفسيه تجربه تستحق التامل والاحترام. الاهم من كده ان تصالحها مع نفسها مش طبيعي، لدرجه ان انا كنت في فقرات بقف عندها وعيد قراءتها اكتر من مره عشان اتاكد فعلا ان هي بتحكي مواقف مخجله للدرجه دي، بتحكي فضايح لكن بنفس الاسلوب الرصين والممتع والفكاهي اللي هي بتتكلم بيه على طول. من الملاحظ كمان في الكتابين اعتمادهم على لغه شعريه عميقه جدا جدا، ولكن من غير اغراق في البكائيات، لغه ساخره وفكاهيه جدا ولكن مع وجود كم من الحكمه ما ينفعش انكاره باي شكل من الاشكال. مهم ايضا انه هو رغم ان الكتاب بيمثل حكايه ام بتكلم بنتها الشابه الجميله اللي توفت في ظروف صعبة جدا وبتعتبر مأساة بالنسبة لناس كتير جدا، وإيزابيل أليندي نفسها بتعتبرها أقصى تجربة مرت بيها وما بتعتقدش أنها ممكن تمر بحاجة بالقسوة دي، ولكن هي بتحاول توصل للقارئ أن الحياة مهما كانت مظلمة بالنسبة لنا في لحظات معينة تستمر بعد كده. رغم وفاة باولا، إيزابيل أليندي استمرت في الإبداع، بل أن وفاة باولا نفسها كانت دافع عليها أن هي تنتج حاجات أقوى وأكثر تأثيرا في البشر. الحقيقة أن إيزابيل أليندي بتعلمنا التعايش، سواء تعايش مع الخليط المختلف من البشر اللي احنا عايشين وسطهم مهما كان شكله متنافر او متفكك، او وده كان بيظهر في هوس الكاتبه في ان هي تجمع كل البشر المهمين بالنسبه لها في حياتها، سواء كانوا افراد العيله او اصدقاء العيله حواليها في مكان او في بيوت جنبها بحيث تقدر تزورهم في اي وقت، او حتى فكره التعايش مع نفسنا بكلكاحها بمشاكلها بهمومها بالعيوب اللي قدرنا نتغلب عليها او لسه بنحاول او حتى اللي يأسنا من تصلحها.
لا عايزة اقوله ان مذكرات ايزابليين دي من الاشياء القليلة اللي حصلت لي في حياتي وساعدت في تغيير حياتي، وانت بتقراها هتلاقي جرعة مكثفة جدا 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 من الفلسفة الحياتية والحكمة المكتسبة من الحياة، مش من الكتب والكلام اللي مش تقدر قدامها غير انك تحاول تستوعبها وتديها فرصة ان هي تغير حياتك. اتمنى يكون التقرير ده كان مفيد ليكم، ولو قريتوا اي حاجه لايزابليان دي اكتبوا لنا في الكومنتات كانت ايه وكان ايه رايكم فيها. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو على الفيسبوك لو عدى قدامكم على الفيسبوك، وان شاء الله نتقابل الاسبوع الجاي في حلقه جديده من دود الكتب. شكرا.